انا بغيت نعرف هاد البلاصه اللي قالت هي غرق فيها وطاح فيها. هاد البلاصه ممنوع العوم، ممنوع السباحه، ما كيمشي ليها حتى شي واحد. وقالت ولدي طاح تما في ديك البحر 14 متر ولا 15 متر ديال الغرق. انا كنت حمل هاد المسؤوليه وتقول واحد شاف ولدي راه غرق وراه طاح، ولدي لا يعقل يمشي لديك البلاصه. واخا يكون حمق، واخا يكون مختل عقليا، ما يهبطش ولدي تم وما يطيحش تم. دابا انت احساسك ما انت شنو تيقول لك؟ دابا انا كنطالب ولدي فينا هو، هي توريني ولدي. قسما بالله والله شاهد عليا، الا ما قالت لي لا ما خديت عبد القادر غنقتلو. دمرتني انا ودمرت خوتو وعائلتي وعائلته بواه، ودمرت الجيران، دمرت صحابه، كلشي دمرته. انا ولدي كيجي قوالتي، انا ولدي ما كنقدرش الناس، ديما كنتفكر ولدي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في تمارة نواحي الرباط في موضوع هاد الأم مسكينة الله اللي عين بها كتقلب على ولد عبد القادر 26 سنة. عبد القادر كان مقبل على الزواج، في لحظة من اللحظات تيختفي الطرف اللي معاه اللي هي بطبيعة الحال كانت مقبلة مع الزواج، كتقول لهم راه دخل البحر باش يقلب على واحد الكارطونه بانتي في البحر، ومن تما اختفى. في كلام اخر ومحضر اخر كتقول عكس هذا الكلام، هي حاليا متابعه من طرف النيابه العامه في حال صراح، والام تطالب ولد عبد القادر واش حي ولا ميت. شوفوا معي الموضوع. اختي فاتحه عاودي لي على عبد القادر. السلام عليكم. عبد القادر ولدي يا سيدي كان مرتبط مع واحد البنت، هو كان خدام تكنيسيان، خدام كيديوه الناس يمشي يخدم ليهم. عرفوا على هاد الناس باش يخدم ليهم، تلاقى مع هاد البنت، دار علاقه معها على الزواج، بقى معها هكا هكا. في الاخر جا قالنا رانا غادي ناخذها البنت، غادي ناخذها. قلنا له لا بغيتيها ولدي الله يعاونك، نقول لك والو. مشيت انا وبوه حتى لعندهم للدار، جلسنا عندهم، شافوا الولد، شفنا حنا البنت، جينا بحالنا. في الاخر الولد تراجع، قال لك ما بقيتش غادي ناخذها. قال بوه رانا ما بقيتش غادي ناخذها، ما صالحاش ليا، ما غاديش ناخذها. صافي ما بقاتش هي تفارقوا، ما بغاتش هي، ما رضاتش هي بديك قال لبوها بو، عيط لبوها قول له رانا ما غاديش ناخذ البنت. الراجل عندي عيط لبوها قال له ولدي راه الولد يجيب ليه الله، وبنتكم حتى هي يجيب ليها الله. دازت واحد المده، كان عندي واحد الفرح ديال واحد البنيه، فطور عندها في داك الصباح، شاف العشيه عيطوا لي الناس قالوا لي راه ولدك راه شنو شنو مالو. قال لك راه هطرا ليه راه هزوه غير الناس، وراه راجل ختو وكلشي مشاو هزوه من تما من ديك البلاصه من قدام دارهم، راه كانوا عيقتلوه. وراوني التصاور، واحد الحاله ما فيهم ما يتشاو التصاور، ما قديتش نشوف فيهم لا انا لا بوه في ديك الحاله اللي داروا ليه. بوه بقى يبكي، قال له ولدي شنو درتي؟ واش مشيتي للمخزن؟ قال له با، قال له رديناه للكوميسيريه، وملي داو البوليس تاع الوفاق قال لهم الولد راه واكل شي حاجه ولا عنده شي حاجه، داو للسبيطار
يديروا لي شي حاجه عاد جيبوه لينا. هزوا الولد داو للسبيطار، عندي الشاهد شهود اللي داو للسبيطار حتى تراجعت فيه الروح، ردوه للبوليس قالوا له الصباح تجيبي لنا شهاده، تجيبي لنا سيرفيتيكا ديال الطبيب. واجا الصباح بواه قالوا انا غنمشي لعند الوكيل، دار شكايه وداه لعند الوكيل وخرج دوك التصاور. ها التصاور ها هما خرجهم، ها هما التصاور ديالوش اللي داروا له هذه الحاله. ها التصاور اللي كنقول والشكايه راه مع الوكيل الملك ديال تماره، دخلوا قدام راهم باقين دابا في الملف هذوك التصاور باش ما نقولوش انا كذبت. وداك الكلام اللي قايل هو وساني عليه، ساني عليه هو وقايلو ماشي انا اللي كذبت. دابا حتى لهنا المشكل الاول انه ملي بغى يتفرق معها عاود كتاب وتلاقى هو وتصالحوا، هي فاش تعرض لهذا الضرب اللي قلتي، هذا الموضوع الاول. الاول مزيان. الموضوع الثاني كيفاش الدري باقي في الاول عيطت لي امها، عيطت لي واحد النهار وكنقول هذه الكلمه وانا محمله المسؤوليه ديالها. عيطت لي قالت لي افلانه فينك، قلت لها انا ماناش هنا، قالت لي بغيت نتلاقى معك دابا، قلت لها غير قولي لي شنو رانا ما، قالت لي شوفي ولدك، ولدك قالت لي عيطي على ولدك، ولدك راه البنت ديالي راه متفقه هي واحد البنت بلا ما نذكر ديك سميه ديك البنت، راه متفقين وراه بغى يعيطوا عليه ولدك، راه يديروا ولدك شي حاجه، عيطي على ولدك انا مزوقه فيك راه عيقتلوه ولا غيديروا له شي حاجه. عيطت على ولدي قلتها ليه. فات داك الموضوع فات، داز واحد جا واحد النهار قال لي امي، قلت له العام، قال لي غتمشي معايا انت ولا خويا غنمشي نديكلاري بديك السيده. قلت له وليدي علاش غنديكلاري بها؟ قال لي غنديكلاري بها، الا ما ديكلاريتش بها امي راه غدير لي شي حاجه، غتمشي نديكلاري بديك السيده ما بغاش تبعد مني. قلت له ما كاينش ما اكثر من ديك الشكايه وليدي اللي عند الوكيل ودوك التصاور، راه هذوك هما الحجه علاش غتمشي ديكلاري بها. انا زهدت زهدت حتى شهر ربعه، ما بين هذه وهذه 3 شهور ولا 4 شهور. شهر ربعة مع العشية مع ديك ستة ولا ستة ونص تجاتني الخبار، جاتني الخبار ولدك راح في البحر. مشيت هبطت كنجري، قالوا لي المرة الأولى عند دابز، ملي مشيت تا قالوا راه كان مع البنت راه غرق في البحر، فينا بلاصة في عنق الجمل. هاد البلاصة أنا بغيت نعرف هاد البلاصة اللي قالت هي غرق فيها وطاح فيها، هاد البلاصة ممنوع العوم، ممنوع السباحة، ما كيمشي ليها حتى شي واحد. وقالت ولدي طاح تما في ديك البحر 14 متر ولا 15 متر ديال الغرق. قالت لك هبط ولدي طاح غرق، هادشي اللي كاين. دابا أنا كنطالب هاد الولد اللي طاح واش ما شافو حد؟ من تي كتبغي هاد الولد شتيه غرق ما تغوتيش العاده وزيدو هو طاح، غتغوتي على مولا مارين، غتغوتي على الناس، غتعيطي ها هو طاح وقيعتقوه الناس ما شافو حتى شي واحد، وتقول شاهد شاف ولدي راه طاح. نهائيا انا كنتحمل هاد المسؤوليه، وتقول واحد شاف ولدي راه غرق وراه طاح، ولدي لا يعقل يمشي لديك البلاصه ويطيح خدام برزقو، ما يمشيش ولدي ديك البلاصه ويطيح فيها وتهماتو بهذا الشيء ديال الحشيش. اليوم انا كنسمعو، قالتو قاضي التحقيق قدامي وقالتو الرئيس ديال تماره قدامي، هو ما عندوش صوابق، ما عنده لا صوابق، ما عنده حتى شي حاجه، لا شي واحد داعي ولدي ولا شي صوابق ولا شي دبوزه ولا عنده شي عداوه مع شي واحد. نهائيا ولدي ما عنده عداوه حتى مع شي واحد، هي 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 واخا هي شنو قالت هي في هذا الولد؟ لانه قالت لك تلاح في البحر باش يقلب على واحد الكرتونه قلتي لي فيها شي حاجه، هذا حسب كلامها هي. من بعد قالت كلام اخر، شرحي لي الاول والثاني شنو قالت هي. هي انا هي المره الاولى قالت له غير بشي يعوم، ما في راسيش لا كاطونه لا حتى شي حاجه، انا جدرميه قالوا لي سيري قلبي ولدك، نهار يخرج ولدك قلبي في لامورات قلبي حتى تخرج الجثه، حنا قال لك ما عندناش حق نشدوها حتى تخرج الجثه. غدا قال لك ولدك، حنا قال لي واحد الجدرمي حنا دايرين ولدك غير مختفي، قال لي حيت حنا ما شفناش شاف شي حد ولدك راه طاح، حنا دايرين غير مختفي وانتي سيري قلبي على ولدك. وهي شنو كتقول؟
هي دابا ولات كتقول طاح الحشيش. كيفاش طاح الحشيش؟ هي دابا كتقول مغرق طاح الحشيش. دابا الحشيش كيف في البحر؟ اه قالت لهم الحشيش كان في البحر طاح غرق عليه. ولكن الا غرق ما بانت لا جو حتى من بعد لا والو. هذا اللي غيطيح الحشيش ولد، هذا اللي غيطيح الحشيش غيمشي حتى لديك البلاصه ديال لامارين ديال المخزن. حنا متشرفين ديال الحراسه الملكيه، ولدي غيمشي حتى لتم وغادي يطيح، غادي يهبط على الحشيش. واش هذا حمق؟ واخا يكون حمق واخا يكون مختل عقليا، ما يهبطش ولدي تم وما يطيحش تم. دابا انت احساسك وانت شنو تيقول لك؟ احساسي كيقول انا كنطالب بجلاله الملك محمد السادس، وكنطالب برئيس النيابه العامه ووكيل العام والسي الحموشي هما يعاونوني، هما يعاونوني في هذا الملف ويشوفوا هذا الولد فينا هو. عطاوني في النيابه العامه، عطاوني في عند الوكيل، عطاوني برا وديتها للولايه. الله يكثر خيرهم، الله يجازيهم، شرفوا بيا وحسيت بالحقت عندهم. عاد حسيت براسي انا ضيع ولدي، وداروا لي لاضيين، وفين ما كنمشي كيقولوا لي ولدك انا لا ما طالعش. قال الوكيل لا ديروا لهاد السيده لاضيين في البحر ولو غير عظم راه غادي يبان لك، كان ولدها راه غادي يبان. داك كنمشي كيقول لي لا ولدك ما كاينش، خداو التصويره ديالو، خداو لاكارت، خداو كلشي، كيقولوا لي والو ما كاينش لا ما طالعش لاضيين ولدك في البحر. دابا انا كنطالب ولدي فينا هو، هي توريني ولدي، هي اللي محمله، هي اللي عطاتهم السبرديله وهي اللي عطاتهم السروال. ها السبرديله، ها هي، ها هي، ها هي. انا كنقولها قدام الدراكي، جبدهم ليا مسكين من الكارطونه ووراني، قال لي لا لا اللي عطاتنا. ها السبرديله، ها هي، ها السروال، ها هو، ها هو عطاتو ليهم. هذا اللي لقاو عندها غادا بيه، هز السروال والسبرديله، قالك هذا اللي لقينا عندها. ولدي لا طاح فين هي الشاكيطه؟ فين هي الشاكيطه اللي خرج بها من الدار؟ فين هي التيشورطه؟ فين هو السروال الكولون التحتاني؟ ما كاينش. حتى الفلوس خرجها في جيبو، قسما بالله نهار جبنا الحوايج درهم لقيناه في السروال درهم. هي اللي محمله المسؤوليه. انا توريني ولدي يعني دابا. نعم مموت، يعني انت كتقولي السر دابا كاين عندها هي. السر عندها هي، هي اللي عندها السر بلا ما تملص. قالت لي شوفي، قالت لي لا ما خديت عبقادر نقتلو، قسما بالله والله شاهد عليا، الا ما قالت لي لا ما خديت عبقادر نقتلو. وفي المحكمه خرج راجلي وقال له قتلتي لي ولدي، وراه تصاور وقال له قتلتو لي ولدي، وريني ولدي. قالت له عندك شي دليل؟ جبدو. قلت الراجل بحال هكا دمرتني، دمرتني انا، ودمرت خوته وعائلتي وعائلة بواه، ودمرت الجيران، دمرت صحابه، كلشي دمرته. ولدي ما عنده عداوة حتى مع شي واحد. جيو سولوا عليا، سولوني فين ساكنه، سولوا على ولدي واش خايب، واش عنده شي سوابق ديال هادشي، هاد الحشيش اللي لبساتو له. انا كنطالب من الحموشي في داك التاريخ ديال 22 شهر 4 2019 يجدد النظر في ديك البلاصه. يعني حتى مساله المخدرات، في ديك المخدرات، واش حتى مساله المخدرات احبيبي هنا هي ما قالتلكش كيتاجر ولا، هنا كتقول بانه هذيك الكرتونه شي حاجه في البحر فيها الحشيش تلاح باش هو ياخذ ديك الكرتونه. تلاح ديك الكرتونه، ايوا هاد الكرتونه فريدو تلاح هبط عليها، شكون كان معاها غيساعدو؟ ديك 15 متر ولو يكون طياره شكون كان غيطلعو؟ انا باغي الراي العام يعاونني، وصحاب الجمعيات والمحسنين والمواطنين داخل المغرب وخارج المغرب، انا مزوقه فيهم وفي الله. انا بغيتهم يكون ولدهم، هذاك ولدي وولدهم. انا ولدي كيجي قبالتي، انا ولدي ما كنقدرش الناس، ديما كنتفكر ولدي. ما عرفت ولدي ميت ولا حي، الا كان ميت عرف ولدي ميت انا نزورو نشوفو، وكون خرجوا لي البحر ندفنو. ولكن رانا في الصبح هكا كنصبح في الصبح في البحر، والعشيه كتغرب علينا المغرب تم.
ما كاينش. لامورات كنمشي ديال الرباط سي العالمي مسكين الله يذكره بخير فيما يشوفني جاي يهز راسي يشد بحالك. ما كاينش. كنمشي ديال المحمديه، كنمشي ديال بن سليمان، كنمشي ديال سله، كنمشي ديال القنيطره، كلشي ما كاينش. اختي فاتحه الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، ام مسكينه تتحسر، ما تعرف السر ديال الابن ديالها، واش هو ميت ولا حي. العلاقه ديال عبد القادر بهذه الشابه كانت عندها ابعاد للزواج، ما توفقوش، ولكن السر في هذه القصه الوجود ديالهم في البحر. هذه الشابه كتقول بانه كاينه علبه كرتونيه غامر هو باش يجبدها ومات، هذا كلامها، ولكن اين هي الجثه؟ وهذه هي القمه في الغرابه. عبد القادر ما بانش في البحر من 2019 الان، الام تتحسر. وهنا هي حاليا هذه الشابه متابعه في النيابه العامه في حاله صراح، والام تتحسر الابن ديالها اين هو؟ واش هو حي ولا ميت؟ تطالب بطبيعه الحال انه اتخاذ المتعين في هذا الامر، لانه الحق ديالها والله يسمح لنا من الوالدين في الابن ديالها. نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوفيكم الجديد اللي فيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.